ليش؟ ليش المنتج الإسرائيلي بينافسنا في الأسواق؟ ليش؟ لا تخلوا البضاعة الإسرائيلية تيجي تملي أسواقنا لأنه بنزلوا السعر من غصب. قد ايه بتحب الأرض؟ وقد ايه بتحب جيوس؟ في 2/9/2003 وزعت إسرائيل التصاريح اللي احنا كنا رافضين استعمالهن مشان نفوت من البوابات. في 2/10 أغلقت البوابة ومنعوا أي حدا يفوت فيها على الأرض إلا اللي معه تصريح. إحنا كفلاحين ما تحملناش هذه الصدمة. اللي حامل مقص شجرة في جيبته عملنا إحنا فتحات في السياج وفوتنا زحف. فطلعنا إحنا من جيوس ومن قلقيلي 17/1 أخذنا موقف إنه إحنا لا يمكن نرجع. وإنه خلص هاي بيتنا هون. كل يوم أعمل جولة في الأرض بتفاجأ في بلاطة طالع فيها شجرة سويد. شجرة السويد شجرة ما فيش فيها فادي. لكن عطشاني ورقة قاعد بي بس. فخجلت حالي انه شجرة في ارضي بدها تي بس. فجيت انا بمسمار فتحت الغطاء في المسمار وخليت الكنية تنقط عليها تنقيط. على يومين ثلاث الونت هالشجرة. ليوم اتصلت فيه زوجتي بتقول لي انت لازم بكره تسافر على باريس لحضور اليوروبيان سوشيال فورم. جيت عليها وقلت لها انا اسف انا بدي اسافر وبالتاكيد الاسرائيليين مش رايحين يسمحوا لي ارجع عليك مره ثانيه. اذا بدك تموتي من جديد وبدك تعاني كل يوم 100 موتي من العطش. اسمحي لي انا بدي اتصرف اسمحي لي. ومسكت هالمقص هني طلقين وقصيتهم. طلع لي تصريح لي ولزوجتي وجينا في 1/4 من 1/11 ل 1/4 انا هذه غيبه طويله. رجعت عليها اشوف شو صار فيها. من مفاجاتي انه كانه هالشتا غذاها في غيبتي واليوم بدال الطلقين طالع 12. نسيت حالي واقسم بالله اني متاسف اقسم بالله اني خجلان منك. نزلت بستها انا شو بست؟ بست الشوكي. فنخزتني بشفتي وبدا الدم ينقط من شفتي. قلت لها هذه فلسطينيه بتقول طالما جذوري في الارض لا العطش بيموتني ولا الجوع بيموتني وبضل ظهري.